يوم الجمعة عيد المسلمين، يجتمع فيه المصلين على ذكر الله والاستغفار، وهي فرصة للتذاكر والتناصح. لذا كانت فيه خطبة صلاة الجمعة التي تتناول غالبا شؤون الناس اليومية الدينية وحتى الدنيوية. وتثقلنا الأعباء، أعباء المسؤوليات التي يجب أن نتصدى لها بمنظور إيماني، ويعرف الزوج من خلاله الحقوق والواجبات، وتعرف الزوجة كذلك الحقوق والواجبات، كما يمكن أن تكون تاريخية تذكيرية على ذكرى غالية غلاء الدماء التي سالت فيها، وأعني بها ذكرى الانتفاضة الواقعة بين 9، 10، 11، و12 من ديسمبر سنة 1960. ويتم اختيار خطبة الجمعة على 3 محطات. المحطة الأولى الحدث، سواء تعلق الأمر بمناسبة وطنية أو دينية نعطي لكل حدث حديث. المحطة الثانية التعليمات التي تصلنا من الوزارة الوصية، وهي عبارة عن توجيهات معالي وزير الشؤون الدينية والأوقاف سماحة الدكتور محمد عيسى، الذي يتعهدنا ويتخولنا بالنصح وبالوعظ وبالإرشاد وبالتوجيه من خلال الندوات الشهرية. المحطة الأخيرة هي تتعلق بالنوازل، قد تكون نازلة فالإمام يعطي للنازلة حقها ويدعو الناس للالتفاف حول هذه النوازل. لخطبة الجمعة فضل كبير في نشر الوعي الديني بين الناس ولم شمل المسلمين ومحاربة التفرقة، بالإضافة لبث الأمل والنور في قلوب المسلمين. والخطب في المجتمعات مؤدية لدور، ربما إنسان غافل يسمع تذكيرا أو يقف على ذكرى من الذكريات فتحيي في نفسه أمورا تغير كيانه. لتبقى خطبة صلاة الجمعة تلعب دورا هاما في تذكير الناس بربهم وتعليمهم أمر دينهم، يؤجر عليها الإمام والمأموم، كما قال خير خلق الله سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم: من غسل واغتسل وبكر وابتكر ومشى ولم يركب ودنا من الإمام ولم يلغي، كان له بكل خطوة يخطوها أجر سنة عمل صيامها وقيامها.